ايه الفيلم اللي حضرتك نفسك تقدمه؟ او الفيجن اللي انت لسه ما عملتهوش؟ انا عندي لا عندي فيلم الاندلس ده واحد من احلامي الكبيره زي سير والباتع كده، وباذن الله هعمله. ده ينجح سينما؟ ما نجحش ليه؟ يعني كان في تجارب مشابهه زي افلام كانت بتتكلم عن حقب قديمه والله ما حققتش الايرادات. يعني ما يزعلكش انك تعمل فيلم زي ده؟ ممكن ينزل جنبك فيلم فيه موتوسيكلين بيتشقلبوا وعربيه بتتقلب فتجيب ايرادات. وليكن هيبقى ناجح فهي. طب ما هاخد بالك يعني اسماعيليه رايح جاي، اسماعيليه رايح جاي نزل مع المصير صح، واسماعيليه رايح جاي جاب ايرادات خياليه. انتوا فاكرين طبعا كانت الطفره الشبابيه تمام، والمصير اتعرض ما جابش الايرادات اللي هو جابها اسماعيليه. صح، بس لو كمان 100 سنه هتتفرج على المصير هتشوف المصير. صح، هتشوف يعني يعني فكره النجاح الاني مع ان انا حريص على النجاح الاني ومعظم افلامي او كلها نجحت نجاح جماهيري يعني تفاوتت درجاته بس كلها نجحت. انا حريص على النجاح الجماهيري، بس لو انت عامل عمل محترم ما تزعلش لو ما جابش ايرادات. مش هنفصل ما بين سر الباتع والاندلس بحاجه في النص؟ لا، ما انا داخل فيلم كمان اسبوعين اهو خلاص. ده هنفصل داخل اهو، ده داخل فيلم سيناريو قصه وسيناريو حوار اسامه عنه وكاشي اسمه الاسكندراني اجتماعي. هو جه كتبه واداهولي ومشي. هو كله بيجي ويمشي. لا والله يرحمه. والله يرحمه. بس هو يعني والله يرحمه. انا لسه كنت اقول لك هو ليه يعني جبت الورق منين ده؟ يعني الورق هو هذا السيناريو هو كان كتبه ومفيش منتج تحمس ليه. كان كاتبه مسلسل؟ لا كاتبه فيلم. استاذ اسامه كاتب فيلم؟ كاتبه فيلم. معلومه كاتبه فيلم. هو طويل شويه يعني هختصره شويه بس يعني. ففي الاخر اما زهق ومن كتر عشقه في الورق اللي هو كاتبه يعني نزله كتاب سيناريو وحوار اسمه الاسكندراني. واستقرت مين الابطال؟ قريته لسه بحدد الابطال اللي. لسه ما استقرتش؟ لا لسه بستقر على الابطار الاسبوعين اللي جايين. هو بعديك الخبر بتقلع عشان صحافه بقى ندخل دلوقتي. لكن الفيلم اللي انا داخله دلوقتي هو الاسكندراني قصته وسيناريو وحوار اسامه عنه وكاشي. اتصدمت بايه وانت داخل الدراما اول مره؟ ايه اللي صدمك؟ ما كنتش متخيل انه يعني اكيد مش في التكنيك ومش في الاخراج عشان ما انا قلت لك انا معاك. بس ايه اللي صدمك؟ اكيد لا في المنظومه، مش لا مش بتكلم في اللوكيشن. المنظومه اكيد اختلفت شويه لانه يعني الناس اللي انا اشتغلت معاها وطلعنا سوا من اول يعني رفقاء الرحله يعني اللي هو حسن جاد الماشينيست بالك سامح سنين مثلا مدير التصوير يعني الناس اللي هم بدات معاهم من زمان دول بيشتغلوا بشغف بجد وهم بيشتغلوا يعني الحكايه بالنسبه لهم شغف اكتر ما هي استرزاق مش بزنس اكتر ما هي ده مورد الرزق. هو صحيح هو مورد الرزق بتاعهم وكل حاجه بس هو بيروح الشغل مبسوط وحابب وعارف وعارف انه بيصنع حاجه سواء من اول بقول لك الماشينيست بتاع الميزانسين الكاميرا اللي بيشد الشاريو لغايه مدير التصوير كل الاقسام يعني اشتغلت في جو كله كان السينما بالنسبه له او الفن بالنسبه له شغف. لما نزلت المره دي لقيت لا ثلاث ارباع الناس اللي موجوده الحكايه بالنسبه لهم مش شغف، الحكايه بالنسبه لهم مصدر رزق ونقطه. حتى لو كان بيعمل شغلته كويس على فكره يعني حتى هو فنان كويس في حتته بس هو بيتكلم بيزنس. بس هو الحكايه بالنسبه له انت مسلسل زي مسلسل، انت لو جاله المسلسل اللي جاي من بلاد الخليج وهياخد فيه اجر اعلى هيسيبك ويمشي. زمان كان ممكن لما تكلم مدير تصوير على فيلم هو اراه وحبه تمام ويجي له واحد يعرض عليه ضعف الاجر ده عشان مستعجلين او عشان عندهم تمويل مثلا من الخارج او كده ما يسيبكش ويمشي لأنه هو حابب التيمة دي، حابب هيعمل حاجة فيها. فكان الحكاية قايمة فيها جزء إنساني. لا فيها جزء مش إنساني، فيها إبداعي في شغف للحاجة اللي أنا هطلعها. فيمكن أكتر مش صدمتني لكن لقيت في فرق، في ضغط فرق ضخم يعني. ولقيت المهن كترت. يعني كان عندنا زمان السكريبت. السكريبت ده اللي هو الراجل بتاع الراكورات اللي بيعمل راكورات سواء انا وانا بقول لك الجمله الفلانيه كانت ايدي هنا فاعمل كات الجاي يقول للممثل وما تيجي تقول يا استاذ احمد هترفع ايدك ده انا بشرح للجمهور ده بتاع الراكورات.
هو نفسه السكريبت ده هو اللي بيبقى بتاع ركورات الملابس. ان انت خارج من المكتب بالقميص ده لازم لما تيجي تدخل بيتكو وانت خارج من مكتب البيت يبقى لابس نفس القميص ده اسمه الراكور. ماشي. فراكور الملابس في حاجه اسمها راكور الاكسسوار واخد بالك. كل ده كان بيعملهم واحد في زمني ده كان حضرتك دلوقتي ثلاثه راكور ملابس وراكور سكريبت ملابس وسكريبت حركه وسكريبت اكسسوار. فكثره الشغلانات يعني ما بقاش الشخص بياخد برضو. انا بأعزي ده لفكره الشغف. السكريبت ده كان اللي بيشتغل مع المخرج يبقى شايل شارب الروايه والعمل اللي هو دخله وحفظه تقريبا من غير ما يرجع الورقه وقلم. المخرج يقول له احنا كنا بنعمل ايه يقول له كذا يا استاذ على طول من كتر ما هو حفظه ومسكون بيه. دلوقتي لا كل حاجه لها حاجه عشان الحكايه ما بقتش شغف بقت شغل ومصدر دخله بس.